النشرة وفي سياق متصل يواصل مدراء الأمن على مستوى الجمهورية اليوم جولاتهم الميدانية في الشوارع تزامنا مع الحرب التي تخوضها أجهزة الأمن لدحر الإرهاب. ويراجع مدراء الأمن خطط التأمين ويتفقدون الانتشار الشرطي لقوات الأمن في الشوارع وبمحيط المناطق الحيوية. متابع. الاستنفار الأمني التي تشهدها البلاد في ظل الإصرار على اجتثاث الإرهاب من منابعه، وبالتزامن مع العملية الشاملة سيناء 2018 والتي تقوم بها القوات المسلحة والعناصر الإرهابية، فقد رفعت وزارة الداخلية درجة استعدادها إلى القصوى في جميع المحافظات لحفظ الأمن، حيث تم تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية ودور العبادة والأماكن السياحية. وقام مدير الأمن كل بنطاق مديريته بالمرور الميداني على الخدمات الأمنية المنتشرة بالشوارع والميادين والأكمنة والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة الموجودة على الطرق والمحاور الرئيسية الرابطة بين المحافظات. ووجه مدير الأمن القوات بتكثيف عمليات التمشيط والمرور الميداني ونشر الخدمات النظامية والسرية مع تعزيز الخدمات الأمنية في المناطق الحيوية. بينما كثفت الحملات الأمنية على البؤر التي تهدد أمن وسلامة المواطنين مع إجراء عمليات تمشيط مستمر لمجرى النيل والجزر النيلية والمناطق الجبلية والقرى والنجوع النائية لضبط الخارجين على القانون. وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها وعلى مدار 24 ساعة تعمل على فرض الأمن وتحقيق السيطرة الأمنية وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام. وقد صدرت توجيهات لرجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بإجراء عمليات تمشيط مستمر وفحص البلاغات كافة أيا كانت درجة أهميتها. كاميرات المراقبة المنتشرة بالمحاور الرئيسية والتابعة للإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بالمحافظات تم ربطها بغرفة العمليات المركزية للمتابعة المستمرة للحالة الأمنية، كما تم تكثيف ونشر وحدات التدخل السريع المزودة بأحدث التقنيات الفنية لضمان التدخل الفوري في حالة ملاحظة أي أمر يهدد حياة المواطنين. وتؤكد وزارة الداخلية على قدرتها على حماية أمن مصر الداخلي ضد من يحاول النيل منه بالاشتراك مع القوات المسلحة، وفي سبيل ذلك تهون التضحيات. يخصص مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال جلسته العامة الصباحية لمساندة عملية سيناء 2018 التي تقوم بها القوات المسلحة في مواجهة الإرهابيين والعناصر الإجرامية. وكان مجلس النواب أصدر بيانا أكد فيه مساندته للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، حيث أشاد رئيس مجلس النواب بالعملية العسكرية الشجاعة التي تقوم بها القوات المسلحة الباسلة بالتعاون مع الشرطة الشجاعة ضد قوى الشر من الإرهابيين. قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان إنه سيقوم بزيارة مستشفيات الصحة بمحافظة الإسماعيلية اليوم لمتابعة وضع المستشفيات والتجهيزات اللازمة لها استعدادا لتطبيق التأمين الصحي بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى والتي سيتم تطبيقها في مدن القناة. وأعلن وزير الصحة والسكان أن محافظة الإسماعيلية ستكون ثالث محافظة يتم تطبيق قانون التأمين الصحي بها بعد تطبيقه في بورسعيد أولا ثم جنوب سيناء. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى وقف ثوري للتصعيد في سوريا بعد تصاعد التوتر إثر شن مقاتلات إسرائيلية غارة على مواقع سورية بسبب اختراق طائرة إيرانية بدون طيار الأجواء الإسرائيلية أمس قبل تدميرها. وقال بيان للجيش الإسرائيلي أن طائرة إيرانية بدون طيار أطلقت في وسط سوريا نحو إسرائيل وتم اعتراضها من قبل مروحية أباتشي إسرائيلية في غور الأردن. وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي السورية وأهداف إيرانية في سوريا. ومن جهتها أعلنت دمشق أن وسائط الدفاع الجوي السورية نجحت في إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز F-16. نهاية النشرة وإلى